Hi, welcome everyone to our online vigil hosted by Syria Solidarity in New York City. Usually do our vigil every Friday night in Union Square, but due to the pandemic, we haven't been able to meet safely. So we are happy to now be hosting an online vigil that's accessible to a global audience. So thank you for being here. This online vigil is being recorded and will be broadcast on Facebook and later on YouTube. The vigil will last approximately 15 minutes. A little housekeeping, or just kind of to start us off. Syria Solidarity New York City stands in solidarity with Syrian civilians and Ukrainian civilians under siege. Both Syrians and Ukrainians demand Putin be held accountable for crimes against humanity, and we stand with them in this demand. Also, we just wanted to give a little shout out to Zach Tahan, who is a Syrian American, who is the person who caught the Brooklyn subway shooter, he saw him on the streets of New York and he was captured today. So a big shout out to Zach, solidarity with you. Thanks for keeping New York safe and keeping everyone safe. So we're gonna start by watching a video compilation from the early days of the revolution in Syria from around 2012. And it starts with the protests in Dara, and it's followed by protests in Idlib. This flashlight can burn through anything. Okay, and now we are going to do the 5 minutes of silent vigil with everyone holding their signs.
Okay, thank you everyone. We are now going to show the next episode of Top Goon, Diaries of a Little Dictator, which is a satirical puppet show by Syrian creator Masasit Mati. And after the puppet show, please stick around for just another second and we'll grab a screenshot of all of us here together. And that'll conclude our vigil. Can you guys see the screen here? Yeah. It's okay. أنا ماني مجنون. أنا ماني مجنون. أنا ماني مجنون. ماني مجنون. أنا ماني مجنون. يا محلاها الحرية. يا محلاها الحرية. يا محلاها الحرية. يا محلاها الحرية. سوريا دانت فيا. يا محلاها العربية يا محلاها العربية لا تتكلم بديك بروح غير الزر الزرية يا محلاها العربية موتو موتو بعصية والأسد بعد الشرعية راحية المحسوبية في ثورتنا السلمية يا محلاها العربية يا محلاها تفضل وين عم يا سيدي والله يا سيدي ما بعرف شو بدي لك يعني والله هلكونا بهالسلمية يا سيدي يعني والله مو معقولة هالسلمية حنموت حنموت حنندبح من هالسلمية يا سيدي خلص 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 مو قلت لي انه بحمص حملوا سلاح وصاروا مسلحين يا سيدي طلعوا مو حاملين سلاح طلعوا حاملين سرودة مي وحاملين قرن البامة عاملينه مثل السلاح وفوق هيك التفجيرات طلعت كلها في التيش يعني يا سيدي بحمص نحن صرنا مسخرة يا سيدي مسخرة خلص خلص اسمع لك خلص احملوا حالكم وانزلوا على دوما دوما معروفين دمهم حامي هنيك قلت لكم شي شخص
فجأة بيتسلحوا لأنه بيعصبوا منكم بسيطة. لك يا سيدي والله ما زبطت، يعني رحنا على دوبك قتلنا هنيك طفل، أبوه للطفل طلع بالتشييع أول واحد وبس وصل لعنا، بتعرف شو عمل يا سيدي؟ شو عمل؟ وزع لنا ورد، يعني نحن عم ناخذ ورد من اللي قتلنا، يعني والله ما بعرف يا سيدي ما زبطت. خلاص بسيطة، كل الحلول عندي أنا رئيس ذكي. اسمع لك، بتحملوا حالكم وبتروحوا على دير الزور، هنيك قالوا هنن روحوا قولوا لشبيحة أهل الدير دبيحة روحوا وخليهم يتسلحوا وضربوهم. ما زبطت يا سيدي ما زبطت، الشيوخ العشائر قالوا سلمية حتى اسقاط النظام، لك حتى الجامع اللي فجرناه هنيك ضلوا سلميين بعد منه، والله ما بعرف يبدي لك يا سيدي ما زبطت ما زبطت ما زبطت. خلص بسيطة. اسمع لك، روحوا على الجوامع، روحوا فجروها، روحوا فجروا لكم شي كنيسه وقلبوها على ابن بعض. يعني لك يا سيدي ما زبطت ما زبطت. لك يا سيدي بتعرف شو عملنا؟ لك يعني شو بدي اقول لك؟ يعني بتعرف شو عم يصير بداريه؟ شو عم مكان اللي عم يطلعوا الشهيد راحت الكنائس، هو بيطلع من الجامع بيقرعوا جدران الكنيسه، يعني والله ما بعرف. وحده يا سيدي، وحده وطنيه صار عندنا يا سيدي، عندنا بالبلد وعده وطنيه. خلص اسمع لك، قلبوها طائفيه، يعني اقتلوا حدا من عندنا وخلوها يعلقوا بين بعض. ما بتزبط يا سيدي ما بتزبط. لك شو بدك اكثر؟ بنعتقل بدرعا بيطلعوا بمصياف، بنعتقل باللاذقيه بيطلعوا بسلمي، بنعتقل لك وين؟ بنعتقل لك يا سيدي، اعتقلنا بالميدان طلعوا بسويدا. لك والله ما بعرف يدي لك يا سيدي. لك حتى بنعتقل بالحسكه بيطلعوا بالقامشلو. لك شو عم يصير؟ والله ما بعرف شو عم يصير. لك شو عم يصير بهالبلد؟ لك ليش عم تصير؟ ليش عم تصير وحده وطنيه؟ خلص لا تشكيلي لا تشكيلي بمكينك. لك شو هالشعب هذا؟ شو هالشعب؟ حاسس حالي اكلت خوذاء طلع من راسي من يوم ما قررت اني اوقف بوش الشعب هذا. شو هالشعب؟ شو ها؟ لك شو ها؟ شو هالبلوه هي يا ربي؟ شعب سلمي غير طائفي وايد وحده، شو ها يا شبيه؟ نعم يا سيدي. خلص جهز لي طياره. ايه يا شبيه، ايه خلص، هذا الشعب مستحيل ينهزم مستحيل. روح. حاضر سيدي. يعني ما صار إلا وطرت. Okay, everyone, thanks so much for being here. If you want to hold up your sign, we'll do a quick screenshot of everybody who could make it today. Okay, we're good. And then if you'll complete the recording, we're all set.